السلام عليكم، تحية خاصة إلى كل متابعي قناة هدى كرافت وإلى المتابعين الجدد. مثل ما تعرفون بالفيديو السابق، أني يعني قررت أنه أزين صفحات هذا الكتاب، فبديت بالصفحة الأولى وبديت بالصفحة الثانية، واليوم راح يكون يعني دور الصفحة الثالثة. فالآن راح نبدأ بطريقة العمل. فأول خطوة راح أقوم بها أنه يعني أحاول أغطي هذه الصفحة بالجسو الأبيض أو ممكن بألوان الأكريليك الأبيض. هنا بعد ما تركت الصفحة لحد ما تجف راح نبدي بالعمل. بهذا العمل راح أحاول أنه أستخدم ألوان الديستريس إنك. هذه الألوان اللي تتفاعل مع الماء، فالطريقة راح تكون بهذا الشكل. ما متوفرة عندكم ألوان الديستريس إنك، ممكن تستخدمون ألوان الأكريليك بنفس هذه الطريقة. فهنا أنا أضيف الألوان اللي حابة أستخدمها، وبعدين أرش عليها رشة خفيفة من الماء، وبعدها أخذ الصفحة وأحاول يعني أنه أرفع الألوان بهذه الطريقة. راح أكرر هذه الخطوة لحد ما يعني ألون الصفحة بالكامل وأحصل على يعني الألوان اللي أرغب بيها أو أقتنع بيها. فراح أحاول أنه أكرر هذه الخطوة وأجفف الصفحة وأرجع أكررها مرة ثانية بإضافة ألوان أخرى أو أغير يعني مكان الألوان. بهذه الخطوة يعني اقتنعت بهذه الألوان وهذه الخلفية. الآن راح أحاول أنه أستخدم الستنسلز حتى أضيف يعني تأثيرات أخرى للصفحة نفسها. فراح أحاول أنه يعني أستخدم تقريبا يعني الألوان نفس الألوان اللي استخدمتها. بالبداية أني ما اقتنعت باستخدام هذا الستنسل، لأنه حسيت أنه الصفحة بيزي وما يعني ما ظهرت أو ما برزت هذه. لكن الحلو بهذه الألوان أنه بعد ما تشتغلون وبعد ما تجف تماما راح تشوفون تأثيرات يعني ممكن تكون يعني تقتنعون بها أو تعجبكم. فالمهم راح أستخدم هذه الستنسلات مع هذه الألوان. الآن راح أحاول أنه يعني أحدد حدود الصفحة. فبالبداية استخدمت اللون الأخضر، يعني هذه الخطوة مهمة جدا أنه تحددون الصفحة، هي اللي راح تأطر الصفحة أو
يعني تنطي منظر حلو بالنسبة للصفحة لما نحدد الحواف، وخصوصا لما يكون اللون غامق. فهنا أنا استخدمت اللون البراون الجوزي، وبعدها أحاول أنه أستخدم اللون الأسود فقط على الحواف. يعني ممكن إذا إحنا مستخدمين أوراق، يعني إذا الصفحة لونها كان أبيض، فيفضل أنه باستخدام ماركر تحاولون أنه تلونون حافة الصفحة نفسها، وراح أشوفهم بالخطوة الجاية. بهذه الخطوة تلاحظون بديت يعني أحاول أنه أغطي الحافة باللون الأسود. الآن عندي هذه الأختام اللي هي على شكل يعني كأنه باراجراف أو جمل، راح أستخدمها. يعني أحاول أنه أضيف هذه الكتابات بشكل عشوائي على الصفحة. راح أستخدم هذا الستيز أون، ولو عندي شوية هذا الإنك باد مالتي يعني شوية قديمة، فتلاحظون دا أضغط بقوة على الصفحة. المهم يعني اللي ما متوفر عندها هيك شيء، ممكن بالبداية قبل ما نبدي بالتلوين ممكن تاخذون أي أوراق لكتاب قديم وتحاولون تلصقوها، فبعد ما تلونون راح يبقى أثر خفيف لهذه الكتابات. هنا أنا عندي أيضا هذه الأختام، حاولت أنه أختار بالبداية، فكرت أنه أختار مثلا ورود أو أعشاب، لكن بعد ذلك قررت أنه أستخدم هذه الهورس الحصان، فراح أستخدم الفيرسافاين والكلير امبوسنج باودر. يعني اللي متابعين أعمالي راح يعرفون هذه شنو يعني هذه المواد. اللي ما متوفرة عنده ممكن ترسمون، ممكن يعني تطبعون من الكمبيوتر وتلصقوها، ممكن أي صورة موجودة عندكم، يعني الخيارات كثيرة، مو شرط أنه يعني تطبقون نفس الخطوات. فالمهم هنا أنا يعني حاولت أستخدم الحرارة وذوبت الباودر وحولته بشكل يعني بالشكل اللي تشوفوا شكل دائمي، التصق الباودر على الصفحة. بهذه الخطوة راح نحتاج الألوان الأكريليك اللي باللون الأبيض، ممكن إذا تحبون أي لون أنتوا ترغبون به، ألوان يعني ممكن الأبيض الأسود، ممكن لون قريب من لون ألوان الصفحة، وتبدون بطريقة التنقيط أنه تضيفون كمية قليلة من الماء على اللون الأبيض وباستخدام فرشة ناعمة، وتبدون تقومون بهذه الحركة. والخطوة الأخيرة راح تكون هي يعني إضافة عبارة أو جملة أو ممكن بيت شعر حابين تستخدموه. فأني دائما أحاول أنه أطبع يعني اللي العبارات اللي أحبها وألصقها وخلص. يعني الخطوة الأخيرة راح تكون هو إضافة بعض اللمسات، بعض الرتوش اللي أضيف جمالية للقطعة. هذا هو الشكل النهائي للصفحة. إن شاء الله على الفيديو القادم إن شاء الله يعني أنزل الصفحة اللي تكون راح تكون رقم 4. فإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسون الضغط على زر الإعجاب والاشتراك للقناة إذا حابين تتابعون المزيد من الأفلام التعليمية الخاصة بالأعمال اليدوية، وانتظرون على الفيديو القادم، وشكراً.